يعطيكم العافية. في هذا الفيديو رح نورجي كيف الطالب بيقدم امتحان على مايكروسوفت تيمز. أنا الآن داخل كطالب في تيمز وعندي امتحان لهاي المادة. لما يصير موعد الامتحان رح يظهر أوتوماتيكلي إشعار بيحكي إنه صار موعد الامتحان. ولما بكبس على View Assignment بقدر أروح على صفحة الأسايمنتس ودايركتلي يدخلني على الامتحان. بشوف عنوان الامتحان، امتى موعد تسليم الامتحان، عدد البوينتس او الدرجات للامتحان، اذا في اي instructions ملاحظات للطالب، ارشادات في حل الامتحان بتكون موجودة هون، وفي فورم الامتحان نفسه. فعلشان ادخل على فورم الامتحان بضغط هون بيفتح الفورم. هلأ في هذا الفيديو راح نحكي على ثلاث أنواع أسئلة ممكن أجاوبهم عن طريق الفورم. النوع الأول أبسطهم هو الاختيار من متعدد، عندي سؤال وعندي إجابات، بحل السؤال بختار الجواب الصحيح وبنتقل للسؤال اللي بعده. النوع الثاني هو نوع إنشائي فيه كتابة، فبيكون في عندي سؤال وعندي فراغ للإجابة، فراح أكتب وممكن استعمل الفراغ على قد ما بحتاج. النوع الثالث من الأسئلة هو نوع في سؤال ولكن الحل راح يكون على ملف خارجي أو على ورقة. يعني أنا ممكن أحل على ورق أصورها وأرفق الصورة، أو أحل على ملف خارجي وأرفق الملف الخارجي. فبعد ما أقرأ السؤال أجهز الحل، باجي هون to upload file، فأنا ممكن أختار فايل معين علشان to upload، وهذا الفايل بصير هو uploaded كإجابة لهذا السؤال. لما أخلص امتحاني براجع الأسئلة كل شيء تمام. طالما أنا لم أتجاوز موعد الامتحان بقدر أعمل submit، وهيك بكون جاوبت الامتحان. يعطيكم ألف عافية.